الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء أرمينيا ويشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. مصر والبحرين تشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة. مصر تؤكد أنها تعمل على الوساطة من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وتجدد رفضها لأي إجراءات إسرائيلية تفضي التهجير القسري للفلسطينيين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. تشهد العلاقات المصرية الأرمينية ازدهارا كبيرا من خلال زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين. على الصعيد السياسي تتوافق القاهرة ويريفان في مواقفهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع تواجد جالية أرمينية كبيرة في مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات التي أجراها مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية. أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأرميني أن المباحثات شهدت التأكيد على استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني. المباحثات التي أجريناها اليوم قد أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية، وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية. أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني، وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه استعرض خلال محادثاته مع رئيس وزراء أرمينيا الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل. أكد الرئيس السيسي أنه يتحتم تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة. قد استعرضت مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الحروب والدمار والخراب. كما أكد الرئيس السيسي دعم مصر كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر ومساندتها الكاملة للحوار والتفاوض بما يحقق مصالح شعوب المنطقة. كما أكدت خلال المباحثات على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومساندتنا الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات، سعيا لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أسف بلاده بخصوص استمرار الأوضاع الصعبة والمأساوية في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء. كما شدد باشينيان بجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين. فخامة الرئيس أرمينيا تتأسف جدا بخصوص اشتداد الأوضاع في قطاع غزة وبالتالي عشرات ألاف في الضحايا الأبرياء، فإحنا نتأسف، فإحنا شهدنا بأنفسنا هجمات على المدنيين السلميين وعلى البنية التحتية المدنية، وبالتالي احنا نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار، وبالتالي احنا كمان نشيد بخطوات جمهورية مصر العربية لادخال المساعدات بدون اي عقبة، وكمان لاستقبال جرحى الفلسطينيين و يعني اجلاء الأجانب. كان الرئيس السيسي قد استقبل رئيس وزراء أرمينيا بقصر الاتحادية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أرمينيا بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك، كما تم استعراض التعاون الثنائي وأفاق التوسع فيه في مختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الصديقين. هذا وقد شهد السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والبيئية، كما عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة، إلى جانب تناول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الحرص على استمرار التشاور بما يخدم مصالح الدولتين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر ومملكة البحرين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر والسيد الرئيس في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا لا سيما على المستوى الإقليمي. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى الخليفة مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريا عبر منفذ رفح، كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة ودفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى في مملكة البحرين بالفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة. في هذا اللقاء أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية والتي تشكل نموذجا محوريا للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكلا البلدين على كافة الأصعدة وفي كافة القطاعات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية والتي تشكل نموذجا محوريا للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكلا البلدين في كافة القطاعات. من جانبه أعرب أمين عام مجلس الدفاع الوطني البحريني عن تقدير بلاده للجهود الصادقة التي تبذلها الدولة المصرية وقواتها المسلحة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا الحرص على تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق الروابط المصرية البحرينية على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، التقى وزير الدفاع الكيني أدن باري دوالي والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. أكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد أدم بارلي دوالي وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على القارة الأفريقية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات،
فيما أشاد وزير الدفاع الكيني بالجهود المصرية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقائه وزير الاستثمار الإماراتي ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي، حيث ثمن مدبولي الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الإماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع. وناقش الاجتماع مخططات مدينة رأس الحكمة والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال لوضع تصور عام للمخطط، وذلك لتطوير المدينة. من جانبه أكد وزير الاستثمار الإماراتي أن هذا المشروع الهام يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيد الطاقة. أشار الاجتماع إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء مقابل الدمج السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيد الطاقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة. وخلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض مقترح لتطوير النظام التعليمي للثانوية العامة، أشار مدبولي إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف بالأساس إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب المصري. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالي لأحد التشكيلات الجيش الثاني الميداني التي تم تنفيذها وفقا لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية. استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي تناول الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتالي بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات في مختلف التخصصات ورفع كفاءة الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل. أشاد الفريق أسامة عسكر بما شاهده من مستوى تدريب متطور وكفاءة قتالية عالية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الاعتماد على أحدث برامج التدريب القتالي بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف. نظمت القوات المسلحة زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتي قوات المظلات والصاعقة. تضمنت الزيارة عروضا تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التي أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافي عال في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت التدريبية الحديثة التي زودت بها القوات الخاصة. كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات جليلة لخدمة الوطن.
في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، حيث تم توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على قاطين المناطق الأولى بالرعاية بهذه المحافظات بخاصة المرأة المعيلة. المبادرة دي بتيجي باستمرار عندنا ويا موفرنا حاجات كتيرة، وكل سنة وانتم طيبين، ونشكر سيادة الرئيس انه فاكرنا دايما في المواسم الحلوة. ولم يقتصر توزيع المساعدات على الأماكن التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، إنما تمتد إلى مقار إقامتهم وأماكن عملهم، حيث حرصت الوزارة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها على مستوى الجمهورية. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه فاكرنا في حاجة زي كده ومش ناسينا. أحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقف جنبينا وفكرنا دائما في كل حاجة وفي كل خير. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل لنا إنجازات الصوامع وعمل لنا تكاثف الطرق، كان كل شوية ننزل نبحث ونطلع، لكن دلوقتي الإنجازات ما شاء الله تكاثف حلوة. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد. من محافظة إلى أخرى انتقلت مأموريات وزارة الداخلية، ووسط إشادة كبيرة من المواطنين تم توزيع المساعدات العينية عليهم في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي. كل سنة هو طيب وانت عليه بخير ويزيد من نعيم الله. أنا بحب أشكر وزارة الداخلية عن أم وجم وزع علينا الكارتين، وربنا يخلي لينا يا رب ما يحرمنا من أبدا. الله يخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بينا ومراعينا. كل سنة حضرتك طيب وربنا يخلي لنا الرئيس يا رب. أنا مبسوطة إن سيادة الرئيس فاكرنا وجايلنا لحد الأراضي الزراعية ومدينا مبادرة كلنا واحد، وربي دايما يبقى فاكرنا على طول. لا شك أن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل نجاحاتها في التخفيف عن كاهل المواطنين من منطلق الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية، والذي يأتي في مقدمة أولوياتها. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما سيبناش في المبادرات في أي وقت وفي أي مناسبة، على طول جايين لمحافظة السويس. وكل سنة هو طيب وكل سنة والناس كلها طيبة يا رب. وتأتي هذه المساعدات إسهاما من وزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية في المناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. نشكر
بشكر السيد الرئيس اللي هو جاب لنا كرتونة رمضان، وكل سنة هو طيب. كتر ألف خيرهم إنهم واقفين جنبينا ومفكرنا على طول على طول على طول. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عقبال كل سنة ورمضان يبقى مبروك عليه ويفتكر الغلابة. ربنا يخلينا الريس ويطول لنا في عمره. لما قرب وبعيد شعب الإيطالي ما نهرمش منك يا رب، وباركنا فيه ويدي له الصحة. بنحب مصر، هنا مصر اللي عزيناها إباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عزيناها إباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. كل سنة وحضرتك طيبة. حرمس من الرئيس وربنا يخليكم لنا يا رب. كل سنة طيبين وربنا يا رب كده يقويه ويعينه ويجعله فخر مصر كلها. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في أي ظروف، ونضحي بعمرنا عادي واللي عادي بقى يشوف. هنا مصر اللي عزيناها إباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عزيناها إباها، هنا مصر أحلى. فلوس الرئيس الجمهورية بتاعنا وربنا يخليه لنا، وتحيا مصر وربنا يخليه. المبادرة دي دايما على طول يفرح بيها الغلابة كله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيى رئيس الجمهورية. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بشعبها وأهلها. قرر مفاوضو حركة حماس البقاء في القاهرة ليوم ثالث لمواصلة محادثات لوقف إطلاق النار مع وسطاء. وقالت مصادر أمنية مصرية إن إسرائيل وحماس لديهما الرغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنهما متمسكتان بمطالبهما التي تعرقل الاتفاق حتى الآن. يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث تواصل مصر والوسطاء جهودهم لوقف القتال في غزة قبل الشهر الكريم وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة. أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا أن مصر تعمل على الوساطة من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة. خلال ترأس وفد مصر المشارك في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، شدد لوزا على رفض مصر أي إجراءات إسرائيلية تفضي للتهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أراضيه. We'll be right back.
أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30,631 شهيد و 72,043 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضد المدنيين في غزة لليوم 51 على التوالي وسط تجاهل دولي لجهود ودعوات وقف إطلاق النار، حيث أسقط 97 شهيدا و 123 مصابا في 10 مجازر ارتكبها خلال 24 ساعة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين والأسرى هو أمر في أيدي حركة حماس الآن. أضاف الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار ضروري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، ومن جانبه رد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على تصريحات بايدن بأن تبادل المحتجزين والسجناء لا يمكن أن يحدث إلا بعد إعلان لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا خلال مؤتمر صحفي في بيروت أن وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أهم من إرسال المساعدات إلى غزة. تعهد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالمثابرة لضمان حصول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، أكد بن عبد الرحمن أن الشركاء الدوليين متفقون على ضرورة وقف هذه الحرب وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع. ومن جانبه دعا بلينكن إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث حذرت منظمات دولية من خطر متنام بحصول مجاعة. وفي السياق ذاته بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس في واشنطن ضرورة التحرك بشكل عاجل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا وقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أوضح أن بلينكن وغانتس ناقشا أيضا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة بين إسرائيل وحماس. قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل ستسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وفي الأسبوع الأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة. يأتي ذلك بعد دعوات من وزراء متشددين بحكومة الاحتلال لمنع المصلين من دخول الأقصى خلال شهر رمضان الكريم. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجلس الشباب المصري مشروع إطعام لمساعدة الأسر الفلسطينية العالقة داخل مصر. يهدف المشروع لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال الدعم المادي، كما يهدف لتقديم دعم صحي ونفسي من خلال شبكة للرصد والمتابعة لحصر كافة الفلسطينيين داخل مصر.
جهود متواصلة تقوم بها الدولة المصرية نصرة ودعما للأشقاء الفلسطينيين سواء خارج أراضيها أو داخلها، ومن ضمن هذه الجهود يأتي مشروع إطعام، وهو مشروع مساعدة الأسر الفلسطينية العالقة داخل مصر. احنا النهاردة موجودين لتنفيذ برنامج مساعدة الأسر الفلسطينية أو فيما يتعلق بمشروع إطعام. بنجهز حوالي ما يقرب من 2000 كرتونة من المواد الغذائية. 2000 كرتونة المواد الغذائية دي بتعتبر حاجة بنحاول ان احنا نقدمها للأسر الفلسطينية الموجودة هنا داخل مصر سواء المصابين أو العالقين. احنا ايضا عندنا برنامج برنامج متكامل لمساعدة الأسر بيقدم لهم سواء فيما يتعلق بموضوع الرعاية الصحية أو التعليم أو السكن. بنوزع حوالي 2000 كرتونة للأسر المقيمين هنا في مصر لظروف التعليم، لظروف الصحة، العالقين اللي داخلين، كل الكلام ده المفروض ان احنا موفرين له زي ما انتم شايفين كده مواد تموينية وملابس وحاجات لها علاقة بالأدوية وحاجات لها علاقة بالبطاطين. المشروع يعتبر مشروعا تنمويا خدميا يهدف أيضا إلى تقديم الدعم الصحي والنفسي من خلال شبكة رصد ومتابعة لحصر كافة الفلسطينيين داخل مصر، ومن ثم معرفة كافة احتياجات ومتطلبات كل أسرة. يعني احنا ابتدينا في كذا مراحل من البحث والمتابعة وكمان تسجيل البيانات لحد ما دلوقتي الحمد لله وصلنا لهنا ان احنا بنعبي الكراتين وبإذن الله لحد ما نسلمها لأهلنا في فلسطين. احنا موجودين هنا بقالنا 48 ساعة بنحضر المساعدات الغذائية ليهم وبنحضر بعض المساعدات الأخرى غير الغذائية برضو. بالنسبة للصعوبات الحمد لله تحت راية مجلس الشباب المصري احنا مش بتواجهنا أي صعوبات خالص، بس هو في مجهود مننا بيبذل لإخواتنا وده أمر طبيعي في العمل التطوعي. يأتي مشروع إطعام الأسر الفلسطينية العالقة داخل مصر ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجلس الشباب المصري أحد أعضاء هذا التحالف. ما زالت أخبار نشرة التاسعة تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعونا فيها. الجامعة العربية تشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالسودان في أسرع وقت. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر كافة مساعي الصومال في مختلف المحافل الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه. خلال استقباله القائمة بأعمال وزير خارجية الصومال علي عمر، لفت شكري إلى دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري. كما استعرض شكري التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية في البحر الأحمر والتي تعد نتاجا لأزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا اتصالا بمخاطر توسيع رقعة الصراع في الإقليم. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على موقف الجامعة العربية المساند للصومال الشقيق والمتضامن معه في الدفاع عن سيادة وحدة أراضي البلاد خلال استقبال وزير الدولة القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال علي عمر. أكد أبو الغيط رفض مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال في يناير الماضي. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل سريع في السودان. جاء ذلك خلال استقباله اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالسودان والتابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة محمد بن شنباس، حيث بحث الجانبان جميع جوانب الأزمة السودانية المستمرة منذ نحو 11 شهرا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك. وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء.
افتتحت مؤسسة حياة كريمة وصنع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، افتتحت أعمال إعادة الإعمار لقرية نجع القصور وقرية نجع سدنة بالأقصر. تضمنت أعمال إعادة الإعمار والتنمية بناء المنازل المتهالكة بالقريتين، كما تم تسليم 25 مركب صيد للمواطنين. في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة للارتقاء بحياة المواطنين، افتتحت اليوم أعمال إعادة الإعمار لقرية نجع الجسور وقرية نجع سيدنا بالأقصر، والتي نفذتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال برنامج أو مبادرة حياة كريمة وتحت رعاية التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، بتنفذها مؤسسة صناع الخير مع أحد الرعاة. فطبعا المراكب زي ما قلت حضرتك انها فيها كل شامله كل حاجه، موتور لجانب شبك ايس بوكس للصياد عشان نقل الاسماك، كمان بنسلم 24 منزل، وفي افتتاح مسجد تم تطويره من مؤسسه صناع الخير. القريه دي من اشد القرى احتياجا من في وسط القرى كلها، فنزلنا هنا عملنا ابحاث. البيوت كانت متضرره زي ما انت شفته وتابعته في الفيديو، كانت اغلب البيوت متهالكه، والقريه دي اكتر قريه في الاقصر مشهوره بالصيد، يعني هم مشهورين بالصيد. فنزلنا عملنا ابحاثنا على كده ووزعنا المراكب، والنهارده بنحتفل بنسلم البيوت. اعمال اعاده الاعمار والتنميه تضمنت بناء المنازل المتهالكه بالقريتين، كما تم تسليم 25 مركب صيد للمواطنين. ايضا تم انشاء محطه تحليه مياه الشرب. صناع الخير صراحه ربنا واهل الخير كلهم جو خش وشافوا البيت كلته من هنا ومن هنا، بس بسم الله ما شاء الله اللي عملوه كله، يعني الله يديهم حسناتهم فيه ويكرمهم. احنا خشينا في مرحلة يعني بسم الله ما شاء الله، ده منظر سياحي مش منظر طبيعي، منظر سياحة. كان بيتنا يعني ما اقول لك شيء، بس الحمد لله جو حسوا بينا وشافوا طبعا البيت كان طوبة خضراء، وجو طبعا عملوا لنا طبعا البيت الجميل ده احنا والأسرة بتاعتنا، وطبعا أوضة أطفال جوا، وهنا الصالة والأنتري وحمام ومطبخ، وطبعا البيت عشان المساحة بتاعته ضيقة عملوا لي سلم، عملوا لي أوضة نوم فوق. أنا لو كنت شغال مع جماعة وكان رزق بالنص ما كانش مقدينه، ولما صناع الخير جابتنا المركب بيجي لي رزق الحالي كده إن شاء الله بإذن الله ورزق لعيالي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس من خلال قافلة أولادنا في عينينا، للكشف على غير القادرين وصرف العلاج لهم بالمجان، عشان نقدر نساعد الصياد إنه يعني يقتات ويكتسب قوته بشكل أوسع. بندربه على الصيد الحديث، الصيد الصحي الواعي، وبنوعيه كمان من أساليب الصيد الجائر، بنزوده بشبك حديث، بنظمنا له وبنظم لهم كمان دورات توعية للحفاظ على النيل والحفاظ على ثروة مصر السمكية. هي إذن جهود كبيرة بذلت وتبذل في كل أنحاء مصر، وتحديدا في القرى الأولى بالرعاية، للارتقاء بمستوى حياة المواطنين. اختتم الاتحاد العربي للقضاء الإداري دورته التدريبية الأولى لأعضائه بالقاهرة، ضمن لقاءاته السنوية والتي جاءت بعنوان دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية. هذا وأكد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري خلال لقائه بالأعضاء أعضاء الاتحاد من الدول العربية الشقيقة، أكد على عمق روابط الأخوة وسمو الأهداف ونبل الرسالة. تعد تلك الدورة هي الأولى التي يعقده الاتحاد العربي للقضاء الإداري في إطار تعزيز دوره في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري. والآن متابعة أهم الأخبار الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار رجال الأعمال في هذه النشرة تستعرضها لنا نرنائها.
شكرا لك مصطفى، شكرا إلهام، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير من عام 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر وأرمينيا يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات البناءة والتعاون في دعم تطلعات الشعبين المصرية والأرمينية، ذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأرميني وبحضور رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. وأضاف وزير التجارة أنه من المستهدف أن يسهم المنتدى في تبادل الخبرات لتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية. وللمزيد من التفاصيل حول منتدى الأعمال المصري الأرميني تطلعنا عليها زميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية نتابع معكم من مقر الاتحاد العام للغرف التجارية فعاليات ملتقى الأعمال المصري الأرميني، والذي انتهى منذ قليل بحضور رئيس وزراء جمهورية أرمينيا في خلال زيارته إلى مصر. هذا الملتقى الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في ظل علاقات تاريخية ممتدة على مدار سنوات طويلة. خلال ملتقى الأعمال تم تناول عدد من الموضوعات، منها الطفرة التنموية التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، وأيضا ما تم من إجراءات تشريعية وأيضا تعديلات دستورية أتاحت فرص كبيرة للنمو الاستثماري وأيضا لجذب عدد كبير من المستثمرين إلى مصر، أيضا ما تحقق من نمو اقتصادي خلال السنوات الماضية. أيضا تم الحديث عن أهمية وجود تعاون مشترك بين البلدين في عدد من المشروعات، فمصر بها عدد كبير من المناطق الحرة والاستثمارية التي تتيح وجود مشروعات مشتركة بين البلدين، وأيضا باعتبار مصر سوق مفتوح كبير لعدد كبير من المستهلكين، ما تحدث عن أكثر من 100 مليون مواطن، وأيضا الحديث عن أن مصر بوابة للقارة الإفريقية وأيضا للمنطقة العربية بشكل عام. أيضا في من قطاع آخر أيضا ومن منطلق آخر، أكد عدد من المسؤولين من الجانب المصري أنه بيتم العمل على الوصول لشكل نهائي في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وأيضا تم التأكيد على وجود وفد استثماري وتجاري لزيارة دولة أرمينيا. كانت هذه أهم التفاصيل، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. وفي سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.79 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة تقدر ب 41% ليغلق عند مستوى 30668 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 14% ليغلق عند مستوى 7455 نقطة. وصعد مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 10535 نقطة.
أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة في إبراز ما نعمل عليه معا في حوار مفتوح ومستمر حول العمل والتحديات ودفع جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي. وأضاف الملا خلال انعقاد اللجنة بموقع حقل ظهر ببورسعيد أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هي متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول، مما يثري عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ. مشاهدينا انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة إليكم مرة أخرى مصطفى وإلهام. شكرا لك مرنا على هذا العرض. يواصل الناخبون الأمريكيون في 15 ولاية بالإضافة إلى إقليم سموا تصويت بانتخابات الثلاثاء الكبير لاختيار أكثر من ثلث إجمالي المندوبين المتاحين في كل من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزبين الجمهوري والديمقراطي. تمتد المنافسة في انتخابات الثلاثاء الكبير على شغل المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك المجالس التشريعية للولايات، كما سيتم إجراء سباقات على المناصب ذات المستوى الأدنى مثل المدعين العامين والقضاة وأعضاء مجالس المدينة وأعضاء مجالس المدارس. قال المتحدث باسم شركة ميتا أندي ستون إن الشركة قامت بحل مشكلة تعطل الخدمة في بعض التطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام وثريدز في أسرع وقت ممكن. كان مستخدمون حول العالم قد أبلغوا أعطال وأبلغوا بأعطال في منصات تابعة لميتا. وذكر موقع نت بالكس الذي يراقب أعطال المواقع الإلكترونية أن تطبيقات الشركة واجهت انقطاعات في العديد من الدول. انطلق موسم فصل فسائل النخيل بواحد سيوة، ذلك في خطوة من المزارعين للحفاظ على النخيل وزيادة إنتاجية التمور ورفع عوائدها الاقتصادية. تهدف تلك العملية تقليل خطر إصابة النخيل بالأمراض الحشرية والفطرية والبكتيرية. في خطوة للحفاظ على أشجار النخيل وزيادة أعدادها، بدأ مزارع واحة سيوة في فصل فسائل النخيل، وهي العملية التي تبدأ منتصف فبراير وحتى نهاية مايو، وتؤدي إلى زيادة الإنتاج من التمور، ويكون لها مردود اقتصادي على مزارع الواحة. شغلتنا بنقلع الفسائل من شهر 2 بعد رطوبة على طول، علشان السقعة بتأثر على الشجرة الكبيرة والفسيلة. خطوات فصل فسائل النخيل والتي يقوم بها المزارعون تقوم على تقليم الفسيلة بشكل مناسب وربطها للحفاظ عليها حتى نموها. الفسائل بناخدها احنا بنستفيد بيها ان احنا بنشتلها تاني ونعملها بنت جورة او بنزرعها على طول. والحاجة التانية ان احنا بننظف النخل بحيث ان النخلة تدي انتاج اكتر. ويقوم المزارعون بعد ذلك بقطع الفسيلة بآلة حادة من مكان اتصالها بالنخلة الأم بحرص حتى يتم تعقيم وتطهير مكان الفصل بالكبريت الزراعي، يليها الرش بمبيد حشري، وذلك للحفاظ على محصول التمور وتقليل خطر إصابة النخيل بالأمراض. وعقب فصل الفسائل يتم زراعتها مرة أخرى في أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة عدد النخيل ومحصول التمور، والذي يعود بالنفع على أهالي الواحة الخضراء ويعتبر مصدر دخل ثابت للكثير منهم. والآن متابعة الأخبار الطقس والأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة من جديد نعود فيها إلى زميلتنا ديانا. إليك ميم. شكرا لكم مصطفى وإلهام. والآن مشاهدينا هذه جولة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ على نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، الأسكندرية 20-12، مطروح 23-12، بورسعيد 21-11 والإسماعيلية 23-12. مع السويس فدرجة الحرارة العظمى 23 درجة، الصغرى 13، العريش 22-12، طابة 24-15، شرم الشيخ 28-14 والغردقة 28-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 14، أسوان 31-14، الوادي الجديد 30-14، شلاتين 27-19، وأخيرا حلايب العظمى 25 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في هذا اليوم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة قدمناها من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى أن نذكر حضراتكم بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء أرمينيا ويشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. مصر والبحرين تشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. مصر تؤكد أنها تعمل على الوساطة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وتجدد رفضها أي إجراءات إسرائيلية تفضي للتهجير القسري للفلسطينيين.